كانوا يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم آية غتقدم لكم واحد الوصفة. قولي ليهم آية. غادي نقدم لهم واحد الوصفة نتاع الكوكيز. الشيء المتميز في هذا الفيديو راه بغات آية تصايب أضخم كوكيز يعني في الحجم، وأحمد بغى يصايب أصغر كوكيز ما عرفتش في العالم ولا غير عندنا حنا. دابا شنو غنحتاجو في المقادير؟ غادي نحتاجو المقادير ديال لاغوسيت. غادي نحتاجو 3 بيضات، جوج خمارات، وفاني وحده. غادي نحتاجو 200 غرام سكر، وغادي نحتاجو رشه حلوه، وغادي نحتاجو حتى ماشي رشه، نحتاجو شويه ديال الحلويات من هذوك لي سويتيز ولا اي نوع اللي بغيتو. وغادي نحتاجو الشكلاط، حبيبات الشكلاط ولا لي بيبي دو شوكولا. وغادي نحتاجو 200 غرام سكر. اييه غادي ما كتعرفش تقول بالغرام. المهم، و 400 غرام فرينه ورشيشه مليحه ياك. والسكر على حسب الذوق، اللي بغى ينقص من السكر واللي بغى يزيد. المهم حنا درنا 200 غرام سكر. اول حاجه غنديروها، اول حاجه غادي نهرسوا البيض. بسم الله. يلا زامي ماشي مشكل، نشوفو التالتة. تكرفستي عليهم معايا. قلتلك معليش، حنا كنتعلمو ياك. غادي نخوي 200 غرام سنيدة، نخويها كاملة. دابا غادي نعاد نضربوها. أيه. ثاني مرحله غادي ناخذوا الزبده. اييه قلنا حوالي 200 غرام زبده. هاد الرابع ماشي زوين، يعني ما كيخليش هذوك المرصويص ديال الزبده عاد كيرضاها نتوما كيف كتجي. التكستير ديالها بحال الكوماد. بعد ما خلطنا الزبده والسنيده والبيض، دابا ننتقلوا للمرحله الاخيره اللي كنخلطوا فيها المواد الجافه، يعني فرينه والخميره والملحه ياك آية. كنستخدموا من الاحسن هاد الخور باش ما الفرينه ما تكورش لينا. يلا آية هزي الفرينه ديالك، نخويو غير بشويه. صافي حبسي. ناخذ الخميره، نخويوها فوق هاد الصفايه الكبيره. ناخذ الساشي الثاني، هذا
نزيدو الملح ودن نرش ملح نبقاو هكذا على مهل غير شويه على غير شويه هذا الشيء كيبغي غير بلاتي نزيدو ما تبقى بعدا نحركو هاد شويه ونزيدو ما تبقى من فارينة غير بشويه حتى تبدا تجمع لينا شويه تستخدم من هنا لا سباتول من الاحسن ما تستخدموش هذا الدراب الكهربائي بعد ما جمعنا العجينه اي كنجمعوها بيان سور ما كنعجنوهاش ياك ايا وواحد الملاحظه جد مهمه الا شتنا العجينه طريه بزاف نزيدو ليها فرينه ديما الفرينه كتبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه اللي كتستخدمو كاينه واحد النوعيه اللي كتشرب مزيان كاينه واحد النوعيه اللي ما كتشربش مزيان الا شتوها ما خرجاتش بحال هكا يعني ما قاصحه ما جاريه يعني راها مزيانه الا شفتوها جاريه ولا ما هياش زيدوا لها فرينه باش تجمع شويه دابا غناخذوا واحد اللاطه على شكل دائره ولا حتى مربع المهم الكوكيز خصها تكون جايه على شكل دائره ياك ايا كناخذوا بعدا اول حاجه كناخذوا هذاك لي بيبي دو شوكولا حبيبات الشوكولاته كنهزي ايا كاع زليفه ونخوي واحد المقدار معين اخويا ماشي كلشي خوات كلشي ايا غتشوف الشوكولات كدوخ بصي مازال شويه ايا باش ما تجيش عامره بزاف صافي دابا كنخلطوا كلشي بيدينا باش تدخل الداخل ديال العجينه هكذاك عجبتني يا ماما عجبتك عجبك التخباز ريني برافو عليك آية شاهدتني من دروك واخا مازال عجينة نجمعوش ايا غير نجمعو صافي بارك عليه دابا كناخدو اللاطه ديالنا نهزو هذيك الكره ديال العجينه نهزوها وكنسرحوها مزيان صايبو خبيزه بعد ما وجدت العجينه ديالنا دابا بغينا نديروها في اللاطه هذه اللاطه كبيره حيت هذاك اللاطه المدوره جاتني صغيره حيت مازال غادي تنتفخ العجينه باش ما تجيناش طايبه من برا ومعجنه من الداخل دابا هيا ناخذ هذيك العجينه نحطها في اللاطه ديالنا بسم الله واحد شكل بيضة يعني بحال الشكل ديال الكوكيز بس هاد الشي مدورة بعد ما شكلات دائرة هانتوما كنشوفو السمك ديالها حيت مازال غادي تنتفخ من الأحسن تجيها عشوائية يعني فينا ما يدير فيها نديروها بالقطاعات من الأحسن تجي هكذا دابا نرشو شويه بالشوكولاط غير واحد شويه ونهزوها الثاني من الحلويات هاد لي دراجي دابا هذا هو أكبر كوكيز
غادي يقدموا احمد هو عنده واحد العجينه خديناها الايه نديروا فيها الشوكولات غير صغيره دير فيها الشوكولات احمد الشوكولات الشوكولات هذا دير غير شويه دير شويه اياه كان هذا اكبر كوكيز وهذا اصغر كوكيز اللي صايبو احمد دابا غادي ندوزوهم للفور باش يطيبوا ولا الفرن العادي دابا غنديروهم في الفران شعلنا عليهم من الفوق لتحت درجه الحراره 150 دوغري لمده تقريبا هكا 15 دقيقه 20 دقيقه ها هو الكوكيز ديالنا وجد كان هذا اكبر كوكيز صايبته ايا وهذا اصغر كوكيز خباب هذا واحمد هذا الكوكيز ديالو كلشي صغيور فورشيت وكاس الحليب لك احمد وهذا ديال ايا دابا كيف كتعرفوا كاملين الاطفال الصغار هما اكبر حكم يعني ما الا جات خايبه تقول لكم راها خايبه الا جات زوينه غتقول لكم راها زوينه دابا وصلنا للفقره ديال التذوق دابا نشوفوا شنو غتقول لنا اصلا راه مقرمش معليش الا تهرس شويه اصلا الكوكيز كيجي مقرمش يلا ايا ذوقي وقولي لهم بسم الله ماما قسمان تعمل أي أي طاح أي ملاح كي جاك أي زوين حالي دلت نسي سبان زوين ولا خايب زوين فن بزاف ايوا الصحه والراحه هانتوما كي كتشوفوا اكثر حاجه هي هذه كتعجبك كتعجبك كيعجبوك لي كوكيز هذا لي كوكيز ديال الدار احمد هاكا احمد ذوق ما تنساوش تجربوا هاد الوصفه ديال اليوم يعني راه جا رائع في المذاق ديالو كنتسناو التعليقات ديالكم والاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم ان شاء الله تهلاو في راسكم باي 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 باي